وفي بيان أهمية التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه وحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى مع بذل السبب فيما ينفع العبد من أمور الدين والدنيا، وأن يحذر العبد أيضا من مداخل الشيطان عليه، لا من حيث التسويف في الأمور والعمل الصالح فهذا يتنافى مع حرص العبد مع ما ينفعه، ولا أيضا من حيث التحسر وفتح باب لو التي هي باب من أبواب الشيطان فلا يفتحها على نفسه، فإن سلك طريقا أراد به خيرا فحصل له أمر لا يحبه فلا يفتح على نفسه باب اللو، بل يفوض الأمر ويؤمن بالقدر ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيخ رحمه الله في كلامه على هذا الحديث أتى بتقريرات نافعة وتفصيلات مفيدة، وكما قدمت يعد هذا الحديث مع الشرح والبيان الذي بينه الشيخ رحمه الله منهجا عظيما يحسن بالمسلم أن يتأمله وأن يطبقه في حياته، فهو منهج حياة للمسلم. نعم.